الرحمن الرحيم. وأنا في سوق نزوة سعدت أن ألتقي بأحد الآباء الكرام. الاسم الكريم أحمد بن عبد الغريب. أريد أسألك أستاذ أحمد، متى بدأت التجارة أو كيف كانت بدايتك؟ وباقي من الخمسينات. ما شاء الله. أبي أبوي. نعم، هنا كان عنده في أيضا محل هنا في ذاك الجانب. ما هي تجارتكم كانت في السابق؟ في أي شيء؟ غذائية. مواد غذائية. كيف كانت حركة التجارة في السابق؟ واجد موجودة. كان الناس يعني كثيرين من كل مكان، من الداخلية من كل مكان. ما شاء الله. الظاهرة يقول. ما شاء الله. الساخ يقول. ما الذي أثر على التجارة اليوم؟ أثر على الأجانب. وجود يعني أيضا عمالة قديمة تنافس يعني. أيضا هل فتح محلات تجارة في أماكن أخرى أيضا أسهم في عدم إقبال الناس نحو السوق؟ كل مكان التجارة. إيه نعم. كل مكان. صدق. كيف يمكن المحلات الكبار ايوه ما التخفيضات وما هذا هو اثر على هذا كيف يمكن جذب الناس الى هذا السوق التراثي؟ ماشي جذبته ماشي يعني حقيقة. وسيله معينه ماشي. لجذبهم ماشي. نعم لكن صغار ما يبغى فيه. زين، ما ابرز الفوائد التي وجدتها من خلال معاملاتك التجاريه وخلال ممارستك للتجاره؟ ما هي المكتسبات اللي وجدتها؟ وقلنا نبيع مواد غذائية وبعدين رجعنا حاجة مدرسة. نعم، هل ساهم هذا في زيادة تعرف الناس عليك، زيادة يعني الحياة الاجتماعية معك، ولا أثرت على حياتك الاجتماعية؟ التجارة في أي مكان هي أبو إيه؟ لكن التجارة ما تشغل عن الإنسان عن حياته الاجتماعية؟ السلام عليكم. ما تشغله ولا شيء موازنة بين يعني الحياة الاجتماعية؟ التجارة زادت في كل مكان في أي مكان. نعم، هي هبو أثرت. هي أثرت. نعم، ما هي نصيحتك للشباب العمل في التجارة؟ ما يبغي التجارة. لماذا؟ يبغي العمل الحكومي. العمل الحكومي يمكن أسهل ولا كيف؟ لأن التجارة ماشي راحت ما كما قبل. نعم، جزاك الله خير. نصيحة تحب أن توجهها للآخرين نحو التجارة، ما هي نصيحتك؟ زين التجارة الإنسان يكون شيء بيع وشراء. اي نعم، التجارة أحسن شيء. أحسن، بارك الله فيك. سعدت بالحديث إليك. الحمد لله. جزاك الله خير. أحسنت، بارك الله فيك. الله يحفظك.